يلا يا ولاد، يلا يا ابو سينا، الاكل جاهز. ولو اني خايفه من الفراخ بتاعتك دي. ما تخافيش مادام سلقتيها كويس على النار، الفيروس بيموت على طول. ولا بيموت ولا حاجه، ده البني ادمين هم اللي بيموتوا، مكتوب كده في كل الجرانين. الله، طب وهناكل ايه بس؟ اللحمه بقت نار، وكمان فيها الحمى الكلعيه، والسمك بقى نارين، وبعدين هنيجي نتبطر دلوقتي على الفراخ. الله، ما احنا طول عمرنا طباخين على راي اسماعيل ياسين، بنشوي كباب وناكل طعميه. ما تخافيش على عمري، العمر واحد والرب واحد. على رايك، وكله مكتوب، وكل واحد بتيجي محطته بينزل حسب الميعاد. شكر الله سعيكم. ايه، احنا هنتعشى ولا في القرافه؟ لا فرخه بقى يا ماما، احنا قاعدين على السطوح. ولو فيه ذمه وضمير في البلد دي كان زمان حالنا بقى احسن من كده. وعلى راي زميلي حسن، وصلنا للحديده ومفيش تحت منها حاجه، والناس مفيش ورا منها اي حاجه دلوقتي غير انها تسرق من بعضيها. لا صحيح، حسن عمل ايه؟ مش جاي لابنه مات في العباره؟ هو خد التعويض. تعويض؟ كل سنه وانت طيبه. تعويض ايه؟ ولا هيطول اي حاجه، ده مش عارف يطلع شهاده وفاه لغايه دلوقتي لابنه. لا حول الله يا رب. البني ادم الغلبان في بلدنا زي التراب في كوبايه مشروخه، الكوبايه سهله تنكسر والتراب في الهواء راح يطير، وما تعرفيش تلميه لانه اصلا ملوش عوزه تلميه. احنا بقى عاملين زي شويه تراب طايره في الهواء ملهاش سعر. نهايته. قوم يا ابو سينا اعمل لنا كوبايه شاي. نعناع يا بابا. مالك؟ مش عارف. طيب مش عارف. ايه مالك؟ معاش مساعد طباخ مش هينفع يكفينا حتى عيش حاف. انا رحت النهارده وسالت، ودلوقتي بعد ما خدت الشهاده والحمد لله اقدر اقول لك. مفهوم مفهوم يا ماما. المفروض انزل ادور على شغل، مش ده اللي انت عايزه تقوليه؟ ومن بكره، من بكره يا ابو زينة. الحمد لله ان احنا قدرنا نوصلك تاخدي الدبلوم. واللي ما يشوفش من الغربال يا بنتي يبقى اعمى. باب الحزين مع الانبطين، والبخت بيتبع اصحابه. استغفر الله العظيم يا ابني، سنين سودا وعايشينها. لا سودا ولا كحلي. تشيلي الشم، انا من بكره هنزل ادور على شغل. وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني في كل يوم، انما حشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني في كل يوم، انما وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني في كل يوم، انما وحشتيني في كل يوم. أكثر أكثر وإحنا سوا.
ولد يا طه وقف لي تاكسي يا ابني. بقول لك ايه، انا مش ناقصك. استبع استبع. ايه ده ايه ده، خص عليك. ده انا سعيد، سعيد السالك. اوعى تاكسي. سلام يا ولد. سلام يا سالك. على فين؟ مديرية أمن الجيزة. أنا تشوح لي وتمشي؟ ده أنت هتشوف النهاردة أسود يوم في حياتك. أنت مش عارف أنا مين؟ ما خلاص يا بيه وقفنا لك. بعد إيه؟ بعد ما لمحتني بكتب رقم التاكسي؟ إحنا كده نخاف ما نفتشيش. انت هتندم على اليوم اللي اتولدت فيه. انا تشوح لي وتمشي؟ انت عارف انا مين؟ قلبك ابيض. حصل خير يا بيه؟ خير؟ خير ايه؟ ده منتهى الشر. معاك عقيد مباحث امن دوله سعيد برهان، بتبص على ايه يا حيوان انت؟ ده انت هتتبهدل بهدله. انت هتقدم اعتذار عن وجودك في الحياه يا باشا. اعمل معروف انا راجل غلبان وبجري على العيال. ايه ده الفابريشن ده؟ ده فابريشا المديرية. ايوه يا باشا. طبعا طبعا. لا الخطة كلها في دماغي. ساعة الصفر امتى؟ تمام تمام. لا كلمة السر عارفها طبعا يا فندم. طرللي في الأوبليه. عليا يا فندم. اطمن خالص. مع السلامة. وقف هنا وقف. تحت أمر سيادتك يا باشا. الواد تحت أمري. استناني هنا. اوعى تتحرك. كلمة السر ايه؟ ترنلي في الأوبليه. لا اتغيرت يا حبيبي. انت فاكرنا مين على عودنا؟ يلا مناني الشمس والنور والهوى. يلا بينا نتقابل سوا سوا في الشمس والنور والهوى. حضرتك رسام كاريكاتير؟ لا مناكد فرانك. لايف قوي يا اخي. الضحك غالي قوي من دول. ده بقى بيتباع في السوق السوداء. الكاريكاتير في ازمه. اتنين شاي يا ابني على حساب الليل. عارف يا استاذ ليه الكاريكاتير في ازمه؟ لان الواقع اللي احنا عايشين فيه اصبح نكته كبيره بايخه. مين حضرتك يا استاذ؟ ومين اللي قالك تقعد جنبي؟ وليه بتطلب لي شاي؟ بقول لك مره واحده هاي كلاس كانت ماشيه في الشارع، لقيت واحد حاول وقف. الحو ده كان بياكل مسامير ومفصلات وفلالكات. بعد ما خلص الليله دي قام داخل عليها وقال لها ممكن نعمل حاجه لله عشان اتعشى؟ قالت له اوه نو، كل ده ولسه ما شبعتش. انت كلمه المفصلات والمسامير حلوه حلوه حلوه. انت مين يا استاذ؟ بيقول لك بقى مره واحد لا دي حولها لك في ودنك عشان اللقاء. بس دي انا لو رسمتها هتوديني السجن. بالسلامة. الله يسلمك. اروح السجن عشان نكتة يا استاذ. يا استاذ ارسمها بس واكتب تحت بدون تعليق. ايوه نو كومنت، والناس هي اللي تفهم. حلو يا استاذ. اي خدمه. اتنين نكت في 50 يساوي 100 جنيه. ابرز.
انت عايز ثمن النكت 100 جنيه؟ امال يعني جاي اقول نكتتين لواحد ما اعرفوش ليه؟ عليا ندر ابرز يا استاذ. النكته اللي هي هتوديني السجن دي انا ما اقدرش ارسمها، انا بجاملك فيها، والنكته الاولانيه بايخه. بدليل انك محرم عليك من الضحك وانت بتسمعها. الله العظيم ابرز، ما عنديش وقت. حاضر حاضر. انا ما اعرفش ايه اللي بيجيبني القهوه وايه اللي بيقعدني مع الناس اللي تاخد مني فلوس دي. بص يا استاذ، انا معايا 65 66 جنيه عشان الشاي. طب الجنيه احاسب على الشاي؟ طب حاسب لي على الشاي انت. اهي دي اعلى نكته. الله العظيم. ها يا بنات، عملتوا ايه في الكنيسه النهارده؟ انا حضرت اجتماع تفسير الكتاب المقدس ودروس اللغه القبطيه وسير القديسين، ودرست للاطفال في مدارس الاحد. كل ده؟ عال عال. ها وانت يا ايفون؟ انا رجعت من المشغل على شغل البيت، نظفت الشقه وعملت الاكل وغسلت الهدوم. ليه بس يا ايفون يا بنتي؟ دي معرفة ربنا أحسن من الدنيا الزايلة اللي احنا عايشينها دي. على فكرة يا بابا، أبونا طلب مننا نتبرع للكنيسة، ناويين يجلدوا الحيطان بالخشب ويعملوا تكييف مركزي. ما تنساش بقى يا بابا تبقى تجيني 50 جنيه. أبونا متياز برضو؟ أيوة يا بابا. وهم اللي محددين قيمة التبرع؟ لا يا بابا، كل واحد ومقدرته، لكن المهم ان المؤمن الحقيقي ينوي بقلبه انه يدفع بحب وسرور مش بحزن واضطراب. طبعا طبعا. طيب انا قاعد شويه عند عمك مينا. خليك خليك يا بنتي. كلي على لحمه بطنه. تعالي افتحي لي يا ايفون، ايديا مشغوله يا بنتي. سعيدة يا اسحاق يا اخوي. ازيك يا مينا؟ ايه انت لسه جاي ولا ايه؟ ازيك يا فندي يا سيدي، اتاخر في المكتب. ايه ما شقرتش على البنات؟ صدقني يا اسحاق يا اخويا، انا لسه جاي، انا كمان هلكت في الشغل، مش عارف امتى ربنا هيتوب عليا من الشغلانه دي وابقى اسطى وليا محل. يبقى اقول لابونا متياس يصلي لك وقول له يخف علينا شوية. انت مش ليك دلال عليه؟ ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ طلب تبرعات يا سيدي، ايزيس قالت لي. طب وماله يا اسحاق يا اخويا، فيها ايه؟ المفروض هو اللي يساعد ايزيس. يساعدها ازاي يعني؟ مش واخد بالي صدقني. يا مين الزمن بيجري يا ابني، وايزيس بتكبر، دي دخل على 35. عندك حق يا اخويا، وحتبور الصغيرة جنبها، بس هي ما عندها الذنب، هتعمل ايه؟ ما حدش تقدم لها. واللي ابونا متياس يحس بيها شوي. فهمتك، قصدك يعني شوف لها عريس مناسب، اي حد من شباب الكنيسة. وماله؟ لا يا اخويا عندك حق، صدقني هكلمه وربنا يعمل اللي فيه الخير. يلا يا طه الحق يا ابني قبل الاكل ما يخلص. حماتك بتحبك يا ولا، تعالى. امك النهارده عامله لنا اكله جديده، فول. الفول اكله جديده بابا؟ لا كله انتم بالنيابه عني، الفول ده عدو الشعوب. يا قد فول بالبيض، والبيضه النهارده بكام؟ ب 75 قرش. كل يلا كل. ان شاء الله في العيد هنجيب لكم لحمه. ما انا كل يوم اعدي على الجزار ابص على اللحمه كده واغني اس اس سلام عليكم. لكن في العيد بقى هيبقى وضع تاني. نبقى عاملين بقى زي النباتيين وما ناكلش لحمه غير في المناسبات والاعياد الدينيه والعزومات. مش الحكومه السنه دي هتبيع الخروف بالقسط على 36 شهر وكمان من غير مقدمه؟ لا بقى، ده انت داخله على طمع يا ام طه. بقى بسلامه الخروف يتذبح مره، وعايزان انا اقعد 3 سنين اتذبح كل شهر؟ يا ستي يفتح الله. احنا بس ربنا يقدرنا ونجيب لنا كم كيلو وخلاص على العيد. خلاص يا اخويا، مش عايزين منك حاجه خالص. طه لما يتخرج ويبقى ظابط قد الدنيا هو اللي هيجيب لنا الخروف. هانت. ربنا يديك طولة العمر، كلها 5 سنين بس. 5 سنين
ساعتها هينسانا ويقول يلا يا جواز. لا طمني، ده انا هكتبه تعهد الخروف قبل الجواز. موافق على ولا لا؟ موافق طبعا يابا. والله العظيم انا لو متاكد اني هقبل كنت كتبت لكم التعهد من دلوقتي. هتقبل يا ولد ان شاء الله، ربنا ما بيضيعش تعب حد. وانت ما قصرتش، كفايه انك قضيت الاجازه كلها في مركز شباب عابدين في تدريبات، ودي انت الحمد لله نجحت في كله. ويا ابني فاتك كتير، ما بقى الا القليل. والله اما انا ذكرت كل الاسئله المتوقعه والاجابات النموذجيه، ربنا يستر بقى. عفارم عليك يا ولد، يعني ما بقاش دلوقتي بقى الا شغل المنظره. خد يا قلبي، هات لك بدله وقميص وكرافطه واللازم منه. لا بابا ملوش لازم، البدله اليومين دول بالشيء الفلاني. انا اروح باي حاجه والسلام. اي حاجه ده ايه يا واد؟ تقول ايه تطرق من على الباب؟ هات ما تتكسفش، خد يا واد خد. الله، هتنجع على الاخر وخلاص كده نبوظ الدنيا. متشكر يا بابا، والله ما انا عارف اقول لكم ايه. عمر وانت بتكلم ده مين ده يا اخويا اليوم يقف؟ ده احنا اللي نقف له نضرب له كمان تعظيم سلام لما يبقى ظابط قد الدنيا. يا رب يا ابني ينولك اللي في بالك وتبقى ظابط بحق وحقيقي يا رب. نادر عليا اول ما تخش عليا بالظابط والنجمه كده على كتفك نضرب لك تعظيم سلام. اسمعي يا ستي، شركة نقل سياحي تطلب سائق، عاملات نظافة القرية السياحية، شركة تطلب مندوبات توصيل اوردرات، عاملة بوفيه، بائعات في محل حلويات خمس نجوم، ويشترط مؤهلات عليا، ويفضل خريجين السياحة والفنادق. معقولة يا فيفي؟ معقولة ونص. أمال أنت فاكرة إيه؟ احمدي ربنا إن لسه في مكان في الجرايد لإعلانات الوظائف. دي الحالة بؤس في الضياع. والحل يا فيفي؟ أنا أمي خلاص تعبت وقالتها لي بصريح العبارة إنها مش قادرة تشيل الحمل لوحدها. وانت ليه سايبة كل الإعلانات وماسكة في الخمس نجوم؟ أنا ما مسكتش يا أختي في خمس نجوم ولا حاجة. معقولة مشترطين في حتة البياعة دي مؤهل عالي؟ طب ما هم عاملات النظافة ومندوبات توصيل الطلبات هتلاقيهم هنا بالدبلوم. لا 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 مش ممكن، أكيد من غير مؤهلات خالص. وبعدين انت عايزاني أنا يا فيفي اشتغل عاملة في بقولك ايه يا اختي؟ تكونيش خرجت الجامعة الأمريكية إدارة أعمال واحنا مش واخدين بالنا ولا ايه؟ بوسينة فوقي، ده الشحاتين اللي في الشوارع زيك بالدبلومات. وبعدين بقى عايزة أفهمك حاجة، اللي زي وزيك ساكنين على السطوح ما بيختاروش. عندك حق. ولو إن ولو إنك ايه؟ بقولك ايه؟ انتي مخبية عليا حاجة، كلميني قولي لي مالك. ده احنا اخوات، اخوات في الفقر والسطوح. والنبي ينفع اسم فيلم، اخوات الفقر والسطوح. اصلي بقول يعني مش معقولة، مش معقولة طه يبقى ظابط ظابط وانا اشتغل عاملة في ايه يا بنت بتضحكي على ايه؟ بضحك على عبطك. هو يا اختي ستها بتاعك ده لسه بقى ظابط وهتفضلي كده تغني ظلموه وتاكلي عيش حافي انت واخواتك وامك الغلبانه لحد ما ستها يتخرج بعد 4 سنين ويعلق نجمه ويبقى بقى ساعتها يتجوزك. فوقي فوقي اسمعي كلامي، وفي الاول والاخر ستها ده من الحزب. حزب؟ حزب ايه؟ الحزب بتاعنا، الحزب الكبير اللي لممنا على السطوح وفي البدرومات وفي الشوارع وفي العشوائيات. حزب الفقر يا بوسينة. يعني انت شايفه ان انا شايفه انك تتكلي على الله بقى وتشوفي لك شغله شريفه. اقول لك حاجه يا بت، انا ممكن اكلم لك الاستاذ طلال ده صاحب البوتيك اللي بتشتغلي فيه؟ ايوه. هو صحيح مش محتاج بياعات جداد، بس انا بقى ليا دلال عليه. قلتي ايه؟
بعدك نجوم السماء وحشتين أكتر وأكتر وإحنا سوا. تعال نخلي السطح حقيقة، تعال 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 نعوض كل دقيقة، تعال تعال وحشتين تعال نخلي شيء من حقيقة تعال تعال. ايه القمر سيد السماء والنجوم والسطوح ورايح فين؟ عندي اوردر. طب ما تاخدي فوار. بقول لك عندي اوردر، ما عنديش حموضه يعني. اوردر ايه يعني؟ اوردر تصوير. اوردر تصوير. اه طب وينفع واحنا في نص الليل كده؟ اكل العيش مره يا سعيد. ولا همك، بكره هتتعدل وهتبقي نجمه بلكونه. في حاجه اسمها نجمه بلكونه؟ لا ما هو الشباك مش مقامك برضه يا فوزي. طب قول يا رب يرقوني من كومبارس صامت لمتكلم. لا لا كده بقى ازعل منك. ليه؟ خلي احلامك كبيره. اللي بيمشي باصص للسما رجليه بتقع في اقرب حفره، واللي بص تحت رجليه يفضل محلك سر. بقى شكلك كده بتصيع عليا. انا صور النجمات اللي انت مغرقه بيها حتت اوضتك. وشفتهم ازاي سعيد؟ لا ده بالصدفه، مره انا معدي كده كنت انت ناسيه باب الاوضه مقفول، شفتهم ناسيه ايه؟ مفتوح فشفتهم بالصدفه. نجمات ايه؟ ايه ده؟ حطالي سعاد حسني، كاميليا، رأي ابراهيم، كل النجمات اللي ماتوا. عقبالك يا حبيبتي. نعم لما تبقي نجمه. هقول لك ايه يا سعيد؟ من بقك لباب السما يا رب. يلا باي بقى، عندي اوردر. فوزيه بجد بجد هتقدري تعيشي من غير لحد ما تشوفيني تاني؟ صدق هحاول. مش هتقدر يا جبروتك يا سيد يا سالك. نتوضح احنا الاثنين ازاي؟ كل واحد يتوضى لوحده. يعني هي جت على دي؟ طيب بقول لك ايه؟ روحي اعمل لنا كوبايتين شاي وتعالي. شاي ايه يا حاج في نص الليل بالشكل ده؟ انت مش لسه بتقولي ان انت عايز تنام؟ انا قلت عايز انام. انت هتقلي في ايه؟ ما قلتش حاجه مني وبعدين انت ايه اللي بيقولك في ايه؟ نسيتي؟ نسيت ايه؟ نسيتي ما كنت اقول لك اعمل لنا كوبايتين شاي تقوم انت ترد تقولي انت عايزهم ساده ولا بالنعناع؟ لا لا ايه يا حاج؟ لا لا هو انت مش عايزني ابقى بالنساء اهل الجنه ولا ايه؟ وبعدين ما انت مبطل النعناع ده من زمان قوي، ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ يا ستي خليكي الليله بالذات من النساء اهل الارض، وبعدين ربنا يديك الصحه. الحمد لله انا حاسس كده ان ربنا مفوقني وان انا نفسي في النعناع الليله. تعالي بس. لا استنى انت بس يا حاج، استهدى بالله كده يا حاج. مالك انت دافي شويه ولا حاجه؟ الحمد ولا تعبان؟ اروح على سرير يعني؟ اه طيب ما هو ده اللي انا طالبه. طب ما انا برضه قصدي كده. اتفضل يا حاج، اتفضل استريح. اتفضلي يا لا لا اتفضل حضرتك. اتفضل يا حاج كده يا عيب، ما يصحش. ما يصحش ايه؟ ده انا حلمت حلم. احكي لك حلم. يعني ربنا هيكرمك كده. لا يلا كمل الفيلم انت لوحدك، كمل الحلم. يلا استهدى بالله. هو ماله ده؟ هو بعد ما شوى دوك النعناع قال ان احنا مبطلينه من زمان. يا ولية بطلتيني وهتصوتي بعد كده ولا ايه؟ اللهم اني اسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه، واعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام.
بسم الرحمن الرحيم. ايه اللي مصحيك كده بدري يا طه؟ مش عوايدك يا ابني؟ انت ناسي ان النهارده كشف الهيئه ولا ايه يا ام؟ لا يا حبيبي مش ناسي، بس لسه بدري قوي على الكلام ده. قلقت قمت اصلي ركعتين السنه والصبح يا ام. ربنا معاك يا دنايا، يا رب ينولك اللي في بالك ويفتحها في وشك ويديك على قد نيتك يا طه يا ابن بطني يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا ام. بقول لك ايه، اجهز لك بقى الفطار ولا استنى شويه؟ يبقى احسن برضه قبل ما البس البدله اللي هتتبقع ولا حاجه. ماشي يا حبيبي. ايه ده؟ لا ده القميص عايز يتداس عليه كوي شويه. هتعملي بيه ايه يا اما؟ والبدله كمان يا اخويا. يا اما الجرافات ما بتتكويش. يا واد اوعى، انا حاكم كل حاجه، انت ملك انت اوعى. يا فيفي. صباح الخير يا خالتي. معلش يا بنتي صحتك بدري، ابوكي صحي ولا لسه؟ لا ابويا لسه نايم، هيصحى دلوقتي. خير؟ ابدا، كنت عايزاه بس يدوس على بدلة طه. انت عارفه النهارده بقى كشف الهيئه ولزوم، يعني عارفه يا خالتي لزوم الشياكه والقلاقه والوجاهه والتناك من عينيا. هصحى ابويا واوضب بدله حضره الضابط. ربنا يخليك يا فيفي يا رب، ونجملك كده ان شاء الله يا رب في الافراح. خدي يا دنايا. هات يا خالتي. حاضر. عن اذنك. اتفضلي يا اختي. صباح الخير يا حضرة الضابط. ايش 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 يا كدي كلها؟ انفع يعني؟ الا تنفع، تنفع ونص. يعني ابان من ولاد الناس الراقية يتغشوا فيا؟ طه انت احسن منه، لازم تكون مقتنع بكده. مقتنع بيه؟ عايزين اضحك على نفسي. انت عارف انا كتبت ايه في استمارة الامتحان؟ ان ابويا موظف مش بواب، ورشيت فيها شيخ الحارة عشان يمضي عليها. انا قصدي ان انت ما تبقاش عايز تتشبه بولاد الزوات. على رأي امي بتقول كل الهدوم المبلولة بتنشف في الشمس. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا بقولك كده عشان كل اللي بفكر فيه دلوقتي هو امتحان كشف الهيئة ده، مش عشان ابص الناس اللي اعلى مني. وبعدين مش انا اللي اخترعت امتحان كشف الهيئة ده. ان شاء الله هتنجح، ربنا معاك يا رب. خايف؟ انا فوضت امري لله سبحانه وتعالى، واللي يجيبه ربنا هقبله بنفس راضية ان شاء الله. ربنا يوفقك يا طه. يلا يا دنيا اتاخرت. صباح الخير يا بسي. صباح الخير يا خالتي. يلا يا حبيبي، ربنا يجعل في وشك القبول ويوقف لك ولاد الحلال وترجع مجبور للخاطر قادر يا كريم. يا رب. يلا يا حبيبي هات كوبايه. يلا يا عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا معاك يا طه. صباح الفل يا ابا. صباح الخير، مبروك مقدما يا حضرة الضابط. يا رب. دعواتك يا ابا. دعوات ايه؟ انت محتاج دعوات؟ ده تلاقي امك خلصت دعوات الدنيا كلها ليك دلوقتي. الحمد لله. ربنا يخليكوا لينا. سلام عليكم. سلام. استنى يا طه. استنى يا ابني استنى. خد يا حبيبي اركب تاكسي عشان ما تبهدلش البدله في الاتوبيس. شكرا يا بابا. سلام عليكم. سلام يا حبيبي. مع السلامه. فين الشرطه؟
ربنا يا ابني يفتح لك الابواب المقفوله ويسترها معاك ويسترها في طريقك يا رب. مجموعك كام في الثانويه العامه يا طه؟ 89% ادب يا فندم. من غير دروس خصوصيه؟ من غير دروس خصوصيه يا فندم، خدت بس كام حصه في مجموعات التقويه. 89% ده مجموع كبير يؤهلك للالتحاق بكليات تانية كويسه. ليه فضلت كليه الشرطه؟ لسببين يا فندم، الاول عشان اخدم وطني من موقعي كضابط شرطه، والتاني ان وظيفه الشرطه ليست امنيه فقط كما يتصور الكثيرون، ولكنها ايضا اجتماعيه وانسانيه. ممكن ادي لحضراتكم امثله؟ لا لا، واضح انك فاهم كويس. قول لي يا طه، لو ذهبت للقبض على احد المجرمين فوجدت احد اصدقائك من ايام الطفوله، تعمل ايه؟ يا فندم الواجب ما يعرفش لا اصحاب ولا قرايب. ضابط الشرطه زي الجندي في المعركه، عليه انه يؤدي واجبه بغض النظر عن اي اعتبار اخر في سبيل الله والوطن. انت والدك بيشتغل ايه يا طه؟ موظف يا فندم. موظف ولا حارس عقار؟ حارس عقار يا فندم. مش عارف يا ابو سعيد، حاسس ان هم مش هيقبلوني. ليه يا طه؟ جالك الاحساس ده منين؟ اللي هو رئيس اللجنه بان على ملامح الحرج اول لما عرف ان ابويا بواب، والابتسامه اللي كانت ماليه وشه وانا عمال اجاوب على اسئلته طفت. انت اللي حساس زياده عن اللزوم، حساس ومتشائم. متشائم ويائس كمان، طول ما انا حاسس ان السطح ده بعيد عن الجبل. ليه يا حبيبي بس؟ لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. انا بقى ما بحبش الراجل ده. مصطفى كامل هو اللي قال المقولة دي. انا عارف. معقولة ما بتحبوش ليه؟ مش هو برضو اللي قال لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون مصريا؟ ايه؟ مش عاجباك المقولة دي كمان؟ طبعا مش عاجباني، فيها عنصرية. مين قال ان احنا احسن من الانجليز ولا الفرنساويين ولا الالمان مثلا؟ طه انت شكلك كده زهقان من البلد، دي مش اول مره اسمعك تقول الكلام ده. ايه انت بتفكر تهاجر ولا ايه؟ بصراحه بقى لو ما دخلتش كليه الشرطه انا ههاجر. وتسيبني لوحدي يا طه؟ لا اخاف. حقيقي يا طه اخاف اسافر وابعد عنك، حياتي تبقى عذاب. يا حبيبي يا طه. بتتفرج على عملك لوحدك؟ ايه؟ بتشجع نفسك؟ اهلا. اهلا زكي بيه، شرفتني. اهلا بيك. هعمل ايه؟ اديك شايف. محدش زار المعرض النهارده خالص. لقوا ايه؟ امبارح كانوا ثلاثة. اتنين منهم ماشيين يأزأزوا، قال يعني بيتسالوا وهم بيتفرجوا. التالت بقى اتفرج على لوحة واحدة بس. وراح باصصني كده. وراح شتمني وماشي. شتمك قال لك ايه؟ قال لي انت بتتعمد الغموض عشان تتشفى في المتفرج المسكين. قصده يعني انك سايكوباتي معقد نفسيا بتتلذذ بعذاب الجمهور اللي بيتفرج على اعمالك. محدش قال بره كده لبيكاسو. انت عارف اللوحه بتاعته اللي هي الطفل يمسك الهليون من كام يوم كده اتباعت في قاعه من قاعات المزادات في نيويورك بكام؟ ب 104 مليون دولار. اعتقد اللوحه دي كانت من الفتره الورديه بتاعته، رسمها سنه 1900 وحاجه كده. سنه 1905. كان اياميها بينام في محطات السكك الحديد مع الشحاتين، لانه كان معدم طبعا وملوش مأوى. بس الحمد لله انت عندك مأوى. طب والنقاد بقى رايهم ايه؟ اغلبهم بيكتب من غير ما يشوف. وبيشتموك برضه؟ طبعا، بس الاسباب تانيه، اسباب نفسيه يعني. انت عارف ان اغلبهم كان نفسهم يبقوا فنانين وفشلوا. عموما الفنان التشكيلي المعاصر في ازمه. الفنان التشكيلي المعاصر بس هو اللي في ازمه؟ لا يا صديقي، الفنون كلها في ازمه. السينما، مسرح، الموسيقى، الجمال في ازمه، والقبح أصبح هو القاعدة. القبح في كل شيء، في الشوارع، في الكباري، في العمارات، في الأزياء. الناس يا صديقي اعتادوا على القبح
وأصبح هو الجمال بالنسبة لهم، وهي دي المصيبة. أيوة فوزي، تعال لي يا ابني شوية. أيوة، أنا عندي هنا الأستاذ غبريال المعامي، أصله جاي لي في مشروع إنساني كده، ربنا يكرمنا فيه إن شاء الله. أيوة، عايزك تحضر مناقشته، إذ ربما في الغالب أحيانا يعني دايما أنت اللي هتتولى بعد كده. حاضر يا حاج، هكون عندك حالا. حاضر. ويا ترى يا مترو غبريال، الأرض دي كانت ملك مين بالظبط؟ كانت ملك السيدة هابوك كرليان، مصرية من أصل أرمني. أصل أرمني؟ آه. ودي ماتت إمتى إن شاء الله؟ في 10 فبراير 1996. إيه ده يا حاج؟ أنت عرفت منين إنها ماتت؟ ده إيه الزكاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله. أمال يعني تفتكر المترو غبريال عامل الشبورة والتت ده كله عشان إيه؟ قول لي يا أستاذ غبريال، هو مين الورثة بتوع الست الله يرحمها دي؟ ولدين، توني كلور ماكس وانطون ماكس. ودول هاجروا امتى ان شاء الله؟ اسالني بقى، انا عرفت منين انهم هاجروا. لا 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 خلاص يا حاج، انا فهمت كل حاجه، وصلت. انا بس يا متر ليا سؤال واحد، الارض مساحتها كام بالظبط؟ 5 قراريط من 24 ايراد، مشاع في كامل ارض وبناء العقار رقم 3 شارع ابراهيم علي وسط البلد، والورثه هاجروا بعد الست ما ماتت. ودي هتخلصها ازاي متر الارض دي؟ هيكون ازاي يعني؟ بوضع اليد طبعا، زهقتني مش كده ولا ايه متر؟ طبعا يا حاج، وانا جاهز. اتفقت مع سونيا هانم ان احنا هنعمل عقدين بينها وبين الملاك على اساس ان هي اشترت منهم يعني، وبعد كده نشر العقدين دول بحكمين محكمه صحه ونفاذ. ازاي بقى يا متر؟ ازاي يعني ايه؟ يا الله يا ابني، هيصدروا على اعتبار ان منسوب ليها توكيلات خرجت منها للوكيل بتاعها، صح ولا ايه متر؟ صح يا حاج، وهيقروا امام المحكمه بصحه التوقيع. اه، والست بقى لنا بعقد امريكاني مضروب. تمام، وصلت كده يا حاج؟ وصلت. هي ايه اللي وصلت؟ مفيش اي حاجه وصلت يا ابني. عقد مضروب ايه؟ احنا لازم هنراضي الناس يعني. استنى بس، قول لي يا متر، حته الارض دي، الخمس قراريط دول يساووا كام النهارده يعني؟ بالميت 50 مليون جنيه. الله اكبر، اسم الله عليك يا عم غبريال، انا بحب غبريال قوي. مبروك مقدما يا حاج. الله يبارك فيك. عموما بس من هنا ورايح التعامل هيبقى بينك وبين فوزي. بس اذا اختلفنا هرجع لك انت يا حاج. ما تقلقش يا متر، ان شاء الله مش هنختلف. وبعدين يا استاذ غبريال، انت عارفني انا راجل عندي ضمير وضميري صاحي، عمري ما بظلم حد يتعامل معايا ابدا. وده انا متاكد منه يا حاج. يلا سلام بقى. سلام يا استاذ. لازم حاجه يا كمان؟ يلا اتفضل انت كمان. خلي بالك من عمك غبريال. ايوه هو ده، تعالي لي عايزك. امرك يا حاج. ايوه البوست يا حاج، حضرتك نسيت تطلبها مني النهارده. ايوه انا نسيت. لما اقصد في حاجه؟ لا 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 سيبيه، انا هرجع كل حاجه بنفسي ان شاء الله. اوكي اللي تشوف. استغفر الله. عن اذنك. اتفضلي يا بنتي. ومش هينفع، والله ما هينفع. الشرط الوحيد العدل بين الزوجات. انا مش مسؤول. بيا الله، هو انت هتتجوزني ولا ايه؟ بليز بلاش النهارده، هيعمل لي كشف هيئه يعني. ابن البواب عايز يبقى ضابط شرطه؟ عندك مانع تستضيفني؟ سلوك سوء اداب. بس المهم بقى ان احنا ندور له على عروسه كويسه. والنبي بتتكلم جد؟ اكرتها. البلد دي يا طه بلد اللي معاه فلوس. علمت الان لماذا يتمسك زملائي بالسلطه. المشكله في اهل بيتي،